السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير، يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير. ان شاء الله قراءة جديدة وحصرية على قناة اسرار العالم الروحاني لمواليد برج الدلو. صلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. وبعد القراءة لمواليد برج الدلو ان شاء الله هنعطيك، ان كنت بتعاني من السحر او من المس او من تعطيل او من تابع او من قرين، هنعطيك العلاج في اخر الفيديو باذن الله تعالى. اتمنى من احبابنا في الله يدعموا الفيديو باللايك، وهذا قراءة عامة للرجال والنساء باذن الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم، الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد، الفاتح لما أغلق. إن شاء الله كل اللي انتم منتظرينه هتسمعوه، كل اللي انتم منتظرينه بإذن الله تعالى هتسمعوه. بلاش الحيرة اللي انت فيها، عشان أنا شايفك انت حيران، مع إنك داخل هنا على علاقة جديدة، يعني أنا شايف بس انت عندك شوية أمور ملخبطة في حياتك، يعني عندك كذا حاجة معقدة معاك، بس بإذن الله عندك، شايفين عندك علاقة قوية. العلاقة دي هتنتهي بالدواس، هتنتهي بالخير، هتنتهي بالسعادة ليك، مع ان حياتك العاطفية منقلبة، بس عندك خير بإذن الله تعالى. عندك خير بإذن الله، في خير. شايف انت حاليا دلوقتي عندك فرحة، وفي نفس الوقت يعني انت متربط ومتعجد ومتكتف، يعني وقاعد على كرسي او قاعد مع نفسك ومش عارف تعمل ايه. لكن بدعوات الناس اللي بتدعي لك، شايف حياتك هتبدأ تفتح معاك، وينزاح عنك الضيق او الغمامة اللي عليك هتنزاح، الحيرة اللي عليك هتنشال بإذن الله تعالى. شايف هنا انت هنا عندك ربح من مال ديلك، سواء وظيفة، لان في مال ديلك باذن الله تعالى، مشروع هدخلت فيه او هتدخل فيه ديلك رزق من وراه باذن الله تعالى. شايف ان انت تردع من جديد، تشوف وتفتح وتعرف تستفسر وتعرف تتعامل مع الاخرين. شايف هنا اللهم صل على سيدنا محمد. بص عندك خير وعندك فرحة وعندك استقرار، بس خلي بالك من العراقيل اللي ديالك من سبب العين. العين كتيرة، ناس كتيرة عينها على رزقك، عينها على فرحتك، ما عندكش استقرار. يا شايف ان في مشاكل كتيرة عندك، بس انا شايف في علاقة جديدة عندك. شايف هنا ما بينك وما بين الشريك مشاكل، يعني مشاكل من الحسد، من الغيرة، من الحقد، يعني شايف عندك يعني ناس مزعجة في حياتك، بس بإذن الله عندك خير، عندك فرحة. شايف عندك الحسد والعين ملخبطين حياتك، عندك شوية لخبيطة في حياتك مخلينك مش شايف، يعني أو مش قادر تشوف القدام. في أوراق بتخلصها في محاكم فيها خير، بتخلصها دي فيها خير ليك، فيها خير ليك بإذن الله. بس خلي بالك من الناس اللي حواليك، ودي نظرة لأمامك. عندك كذا حاجة حلوة جدا، يعني شايف عندك امور مقضيه، عندك يعني اللهم صل على سيدنا محمد، عندك لقاء حلو بفضل ربنا سبحانه وتعالى، عندك لقاء حلو. شايف عندك لقاء، اللقاء ده هيحسن من حياتك، يعني انا شايف انه هيحسن من حياتك ويحسن من نفسيتك ويحسن من مزاجك. شايف عندك هنا هيكون لقاء مع كذا شخص في قعده واحده، هيكون عندك كذا لقاء مع كذا شخص، يعني شايف اللقاء ده اللهم صل على سيدنا محمد هيكون في صلح، يعني شايف هيكون في صلحات وفي في كلام. بس خلي بالك هنا في طرف ثالث داخل ما بينك وما بين الزوجة او الزوج او الشريك، يعني شايف في طرف ثالث، الطرف الثالث ده عايز يخرب بيتك، عايز يدخل، يعني بيتكلم داخل في العلاقات العاطفية، دايما بيعملكم مشاكل، يعني شايف ان هو عاملكم لخبط كتير. اللهم صل على سيدنا محمد. شايف عندك انتصارة، عندك انتصارة، بس خلي بالك وانتبه كويس جدا من الناس اللي واكلة خيرك وتتكلم عليك وبتوسخ سمعتك في ظهرك. خلي بالك حياتك المادية هتتحسن، عندك مشروع هنا ناجح، عندك هنا أمور كويسة جدا، بس بلاش الحيرة اللي انت فيها، بلاش الحيرة اللي انت فيها، بلاش الحيرة والقلق والخوف والتوتر.
اخلص من التعب اللي انت فيه، طريقك ماشي قدامك، النور هيتغلب على الظلم، على الظلم اللي عندك والعتمة، واللي هتطلع للنور هيتغلب عليها. بس انا شايف ان انت تفكيرك متحطم، تعبت، استحملت كتير ما لا يستحمله احد، استحملت كتير تعب، ونفسك حد يقف معاك او حد يساعدك، لكن انت مش محتاج حدا من حد، بس انت نفسك بحد يطبطب عليك، حد يقول لك انا ذنبك، يساعدك، يكون معاك، يقف ذنبيك. شايف في مواجهة مع حد، المواجهة دي شايف هيكون فيها عدل، المواجهة دي هيكون فيها عدل بإذن الله. المواجهة دي شايف هنا انت هتكشف سر خطير، هتكشف سر خطير الفترة اللي داية، شايف الأيام اللي داية دي. بس خلي بالك، كن حريص، كن حريص، عشان انت بدأت تمسك على ايدك شوية، بدأت تمسك على حياتك شوية، تكون حريص على مالك، على حاجات كتيرة، عشان انت يعني داخل على هنا على شغل، على دخل، على زواج، دخل على ارتباط، دخل على شراء مسكن، دخل على سفر، لان طريق سفر مفتوح قدامك، في طريق سفر قدامك. هتكون حريص الايام اللي جايه، وهتمسك على ايدك اكتر، وشافك هتكون حكيم في كل دنيا هيطلع منك. هتكون حريص، وهتكون عارف تحسب امورك، وعارف تحسب تصرفاتك احسن من السنين اللي فاتت. شايف ان انت انها تطلب المساعدة، وحد هيساعدك وهيدعمك وهيديك طاقة ايجابية. بس ابعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية، ابعد عن الناس اللي بتديك طاقة سلبية. انت في ارض بيتك في نار، ما بينك وما بين الاهل، ما بينك وما بين الاخ، ما بينك وما بين يعني شايف في مشاكل بقدر المستطاع. انا شايف في مشاكل في بيتك، في مشاكل في البيت، انت تعبت مش عايز تعيش في نفس البيت ده، في كمية طاقة سلبية، بتتعب، مخنوق، تعبت من المشاكل، تعبت من الزعل، تعبت من الضيق اللي انت فيه، عايز تطلع من البيت ده، عايز تنتقل مع نفسك. خلي بالك عليك مراقبة، في حد مراقبك، في حد بيراقبك، حد عايز يراقبك ده، انت مش عارف او ممكن عارف ان انت عليك مراقبة، عايز يراسلك، عايز يوصلك. بس عليك عيون كتيرة جدا بيحسدوك، بدل المرة اتنين وتلاتة حسدوك، تعبوك، عندك ارهاق، عندك تعب، عندك ضيق، حزن، تفكير. وزيادة بالنسبة لهنا السحر اللي قلنا عليه، ما فيش زواج مكتمل معاك، كل مرة يعني تكتمل، ما فيش زواج تكتمل، وعندك حصل برضه انفصال بسبب السحر، حصل انفصال بسبب السحر والحسد، عندك تعب في العمود الفقري والرجلين والرقبة ودوخة بتديل. اللهم صل على سيدنا محمد. بس في حد هنا هيدعمك، هيقف معاك، هيحترمك، هيقدرك، ان عندك كمية احترام كبيرة، شايف عندك كمية احترام. شايف انت في حاجة هتعملها هتعلي من شأنك، في قرارات هتاخدها في حياتك هتعلي منك، الهم اللي انت فيه هينزاح، التعب برضو اللي انت فيه والحزن ده كله هتطلع منه، هتطلع منه، وشايفك هتنتصر. انت ماشي خسرت حد على عزيز على قلبك، خسرته، بس انت عرفته ان هو ما يستاهلش او مش كويس. شايف برضو ان انت اتغدرت او اتظلمت او اتأذيت، يعني شايف الحد اكتشفت حقيقته، اكتشفته على الحقيقة، هو كان عزيز على قلبك، بس انا شايفك انت مطعون بسكينة في قلبك، يعني قلبك مكسور. بس عندك خبر حلو جدا، يعني شايفك ان انت توصل لتحقيق الامنية اللي انت عايز توصلها، الباب اللي كنت بتحاول تفتحه هيتفتح قدامك، وهتوصل للي انت عايزه. عندك حلم بيتكرر معاك لكن لسه متحققش، هيتحقق، هيتحقق بإذن الله تعالى. في حد غلط فيك، حد غلط فيك، هيجي يعتذر لك، هيعتذر لك وهتسامحه، لان شايف هترد حياتك ما بينك وما بينه تاني. في حد هنا هيتصل بيك، هيتصل بيك، انت منتظر مكالمته او منتظر رسالته، دايلك الرسالة قدامك خطوتين ودايلك الرسالة، حياتك فيها تحسن، فيها خير، بس حاول يعني تكون حكيم. عندك تحقيق امنية بإذن الله تعالى، عندك تحقيق امنية بإذن الله تعالى، يعني شايف الامنية دي انت هتكون على او انت بتتمناها من زمان وبتعافر وبتسمع وعايز توصل لها او عشان توصل لها. بص هنا، اللهم صل على سيدنا محمد.
عايز هنا امورك تتحسن، يعني امورك تتغير، يعني شافوا كمان، يعني عايزك تكون حكيم اكتر من الاول، فاكتر في تصرفاتك في افعالك. شايف عندك في الشغل هنا، اللهم صل على سيدنا محمد، عندك ترقية وعندك زيادة في المال، شايف عندك تحسن في وضعك في العمل، عندك تحسن كويس، بس في حد بينافسك، في حد عايز ياخد مكانك، عايز يستغلك في شغلك، بيتكلم عليك بالسوء، مع انك انت مقدم له الحلو كله او كويس معاه، لكن هو عايز ياخد مكانك، عايز يستغلك. الدوامة اللي انت فيها دي هتطلع منها، هتطلع من الحفرة اللي انت عاملينها لك وعايزين يوجعوك فيه، هتطلع من كل المشاكل اللي انت فيه والخوف والتوتر. شايفين عندكم حد تعبان زعلان مخنوق، حد تعبان قوي، حد قريب عزيز على قلبك من الاهل او من الاقارب تعبان مريض، ان شاء الله ربنا يشفيه. بس انتوا هنا شايفكم هنا حد، اللهم صل على سيدنا محمد، انا شايف في حاجه برضه جوه قلبكم، يعني مسبب لكم وجع، مسبب لكم الم، انا شايف بس عندكم بدايه جديده. انا شايف ان انتوا هتتكلموا في حاجات كتيره جدا، انتم يعني انا شايف عندكم حاجات كتيره بتخلصوها، عندكم اوراق او حاجات بتخلصوها، شايف في بدايه جديده، بس انتوا خايفين ليه تكملوا، خايفين ليه تدخلوا في علاقه، شايف عندكم طاقه خوف تكملوا او تدخلوا في العلاقه، شايف عندكم طاقه خوف، شايف ان انتوا خايفين من حاجات كتيره، شايفكم برضو محتارين، يعني شايف عندكم طاقة حيرة. بس أنا شايف في منزلك أو في بيتك هنا في فرحة، في ارتباط جديد، في زواج، في زواج أو ارتباط، أنا شايف فرحة خاتم في أرض بيتك، لإما رجوع للمزودين، لإما زواج مرة أخرى للمنفصلين رجوع، لإما زواج مرة أخرى، لإما ارتباط جديد. لان انا شايف في فرحه في ارض بيتك بالنسبه للارتباط او الزواج. اللهم صل على سيدنا محمد، بسم الله الكشف. شايف هنا بتشتري سياره، شايفك هنا بتشتري حاجه، سياره او بتشتري هديه لحد، او حد اعطاك هديه كبيره قيمه، حد يديك هديه، لما انت هتديك تدي حد هديه، عندكم سعاده باذن الله تعالى. انا شايف ان انتوا يعني هيخليكم ان انتوا مبسوطين وفرحانين، عندكم طاقة انبساط، شايف يعني علاقاتكم ابتدت تتحسن من بعد الالم اللي صار، لان انتوا صبرتوا كتير جدا، يعني صبرتوا يعني صبر كبير جدا، صبرتوا على دراسة، يعني منكم من شغال على دراسة، انا شايف في خلاف برضه هتحلوه، والخلاف ده مع حد هينحل، في خلاف هتحلوه. انا شايف في قاعدة برضه، القعدة دي يعني هتكون فيها لطيفة، هتكون كويسة، هتكون مبسوط فيها، يعني هتكون فيها طاقة إيجابية. أنا شايف عندكم بس في حدنا، اللهم صل على سيدنا محمد، من الصحاب أو من الشغل أو هكذا بيأذي فيكم، انتوا برضه بإذن الله تعالى اسمك هيلمع في مجال شغلك ومجال عملك، اسمك هيلمع بإذن الله تعالى. عندك في الشغل، انت مقدم على شغل او دخل في مشروع او مستني زيادة، انا شايف في ربح دايلك من مجهود، ربح كبير دايلك من مجهود، سواء مشروع داخل فيه او زيادة راتب او مقدم على وظيفة ديالك بإذن الله تعالى. بس انا شايف ان انتوا بتيدوا على نفسكم علشان ترضوا الناس اللي معاكم، فبلاش تيدوا على نفسكم علشان ما تقللش من شأنك، علشان ما تقللش من شأنك، علشان الناس اللي انت ديت على نفسك عشانهم ما تمرش فيهم اللي انت عملته معاهم، او ما تمرش الخير اللي انت عملته، او ما تمرش ان انت ديت على نفسك علشان خاطر ترضيهم او تساعدهم. فانت هنا شايفك انت بتداري حاجات كتيرة في قلبك، بتداري حاجات، الطاقة الإيجابية هتكون عندكم مفتوحة الفترة اللي جاية، في طاقة إيجابية هتكون مفتوحة وفيها استقرار بإذن الله تعالى، عندك استقرار، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، بسم الله الكاش. الدائرة دي مقفولة، الدائرة دي مقفولة، الخروج منها هيكون في فرحة، بس أنا شايف إن أنتم مقيدين، يعني مقيدين من علاقة، عايزين تنفصلوا منها، عايزين تمشوا، عايزين تطلعوا منها. بس انا شايف عندكم خبر، الخبر ده متعلق بيكم، الخبر ده هيكون في فرحة كبيرة ليكم، في فرحة كبيرة ليكم، سواء ممكن هتسمعوا خبر، خبر هيسعدكم، حاجة هتسعدكم، شايف بس عندكم حاجة عاملة لكم أذى،
هذا تعباكم، هذا خنقاكم، شايف عندكم يعني. بس بإذن الله في طاقة إيجابية، طاقة هتخليك تنتصر على ناس تعبتكم أو ناس أذتكم، لأن أنا شايف في ناس بتأذيكم، بتاكل معاكم وبتشرب لكن بتتكلم عليكم، بأذيتكم بكلام كتير كسرت قلبكم. شايف في انفراج جمالية من بعد الضيق، من بعد الخنق، من بعد التفكير الكتير، في طاقة، في فرحة. أنت بتحاول ماشي في النداح، بتحاول توصل، لكن دايلك الرزق، دايلك رزق انت ما كنتش تتوقعه، في رزق دايلك ما كنتش تتوقعه. شايف عندك برضه هنا في لقاء مع حد ليه السلطة، لقاء مع حد هيساعدك هيدعمك، في لقاء مع حد ذي سلطة. شايف عندك هنا في صلح، في صلح بإذن الله تعالى مع حد. بس أنا شايف إن البعض منكم مطعون، طعنة مش قادر ينسى الدرح اللي هو فيه، طعنة كسرته، تعبته من أقرب الناس ليه، يعني شايفك مظلوم، مكسور، مجروح، الناس دي اتكلمت عليكم بسوء. شايف ان البعض منكم عنده اطفال، يعني عندكم اطفال دايما بتشتكي من تعب او الم اسنان، او انا شايف لو انتم مودين اطفال عند الدكاتره، شايف في دكاتره بتودوها الاطفال، بتودوها عند الدكاتره، ربنا يشفيها يا رب العالمين. شايف هنا عندكم تبشرات حلوه جدا باذن الله تعالى، تبشرات فيها خير، فيها طاقه ايجابيه، في تغيرات ليكم باذن الله تعالى. شايف عندكم تغير عربيه، تغير مسكن، انا شايف عندك في تغير من مكان لمكان، في خروج سحر من بيتك، هتخرج السحر اللي مسبب لك المشاكل، شايف انا تخرج السحر والحسد من بيتك باذن الله تعالى، لان انا شايف في طاقه ايجابيه، طاقه، شايف بياض، شايف نور حواليك. الخزلان اللي انتم فيه واقعين فيه ده الخزلان، بس احتفظ بسرك وخلي بالك من الاشخاص اللي حواليك، يعني انا شايفك انت بتدور على الحب، بتدور على الحنان، بتدور على اللي يحتويكم، بتدور على اللي يطبطب عليكم، بتدور على توأم روحك. شايف ان انا في بشرة ديالك باذن الله تعالى في الوقت المناسب، بس ارمي اي طاقة سلبية ورا ظهرك، اي غدر او اي حاجة وقعت عليك او كسرت قلبك او جرحك ارميه ورا ظهرك، وادعم الفيديو باللايك احبابي في الله. بسم الله الكشف، عندكم طاقة جديدة فيها فرحة، فيها سعادة ليك، في حاجة في ارض بيتك، انت عندك ارتباط قريب، في عندكم يعني اكتر حدا تغير في بيتكم وتنزلكم، يعني عندكم طاقة فرحة، طاقة ارتباط، طاقة زواج، طاقة خطوبة، ان شاء الله تتخطب يا سميرة وتريحينا، ان شاء الله ان شاء الله تتخطب وتتزوج يا سميرة وتريحينا بإذن الله تعالى. شايف ان البعض هنا هياخذ قرار حاسم، هياخذ قرار حاسم، يعني القرار ده هيكون فيه خير ليك، فيه فرحة ليك. انت هنا منتظر رسالة او منتظر مكالمة، تفكيرك عمال تفكر منتظر امتى الرسالة هتديلك، امتى المكالمة هتديلك، منتظرها بفارغ الصبر المكالمة او الرسالة، قدامك خطوة واحدة وهتديلك الرسالة، ممكن ساعة ممكن يوم هتديلك الرسالة. بس انا شايف عندك دين بالك مشغول بيه، عندك دين عايز تسدده، او انت مداين حد ومستني الدين دي يديلك، في ناس هنا انت مش مسامحها خالص، ناس اذتك، ناس كسرت قلبك، ناس غدرت بيك مع انك انت ساعدتها وقفت معاهم، بس الناس دي مش كويس، عرفوا يؤذيكم الصراحة، عرفوا يؤذيكم، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر، عرفوا يكسروا قلبك بالسحر، السحر اللي عندك تعبك جدا. انتوا ماشي يعني هنا روحانياتكم عالية، الحاجة اللي تحسوا بيها بتحصل، أحلامكم بتتحقق معاكم، عندكم روحانيات عالية بتشعروا بالأشياء، بتشعروا عندكم إحساس عالي. أنا شايف إن أنتم حاسين فعلاً بطاقة الحزن وبتحسوا بالحاجة قبل ما بتدخل عليكم أو قبل ما بتيجي عليكم. بلاش تتكلموا كتير وبلاش تتكلموا مع حد كتير، اكتموا أسراركم. انتوا عندكم ماشي كمية صمت، بس حاول تخرج، حاول تطلع، حاول تغير المكان اللي انت فيه، حاول تغير الطاقة السلبية اللي عندك، ما تخليش تسيطر عليك اكتر من كده. شايف ان البعض عندكم هنا حتى نفسه مسدود عن الاكل، ما عندوش اكل، ما تعبان، همدان، مخنوق، مع ان انتوا بتحبوا الاكل شديد، بتحبوا الاكل جدا، بس ما بتقدروش تاكلوا زي الاول، وبشرتكم تغيرت. شايف يعني دايما مشاعركم قوية جدا، شايف برضو ما شايفش الضحكة في وشكم، ومع انكم ما تحبوش النفاق، ما تحبوش الكذب، ما تحبوش الغدر،
في باب كان مقفول في وشكم، الباب ده هيتفتح قدامك خلاص، الباب ده هيتفتح وفي فضل من عند ربنا، وشأنك هيعلى، هتوصل لطريق لآخر الطريق، وشأنك هيعلى في إذن الله تعالى، في العمل، في الراحة، في السعادة، شأنك هيعلى بفضل الله تعالى. انتم ماشي في ظروف صعبة، انا شايف ان انتم في ظروف صعبة الايام دي، لكن ربنا ييسر امركم، ربنا ييسر امركم، وكذا حاجه تتفتح قدامكم وهتفرحكم باذن الله تعالى. انتوا بتكرهوا الكذب والخيانه، عارف ماشي، لكن انت انا عارفكم ان انتوا صريحين جدا وقلبكم طيب وبتحبوا الصراحه وبتحبوا الخير للناس كثيره وساعدتم ناس كثيره، لكن هي ما ساعدتكمش، لما احتجتوها ما ساعدتكمش. شاف عندك برضه انت هنا طريق سفر، طريق سفر، الطريق ده قدامك فيه يعني حد داعم ليك، انا شايف حد يعني انت مسافر له، هو هيدعمك او هو طالب ان انت تسافر له في فسحة او في شغل، بس خلي بالك ان انا شايف في حد عندك مسدون او تعبان، حد قريب ليك، ممكن والدة او والد او حد قريب عليك تعبان ومسدون، محتاج دعاء او محتاج دعم او محتاج تقف معاه، انت زعلان عليه، شايف ان انت زعلان، ان شاء الله ربنا يفرد عليه باذن الله تعالى. عندك انفرادات حلوه قوي بعد الضيق وبعد الخنقه اللي حصل معاك وبعد الطاقات السلبيه، عندك طاقات ايجابيه، يعني خروج من الياس اللي انت فيه. شايف هنا بسم الله الكاشف، عندك هنا شايف عندك وكله، قلق وخوف، يعني عندك كذا حاجه شغلاك، يعني انا شايف عندك توتر، عندك توتر وخوف، الخوف ده خليك انت شخص بتفكر 24 ساعة. شايفك برضو مش عايز تفتح اي حدا مع حد، مش عايز تتكلم كتير، لكن في الوقت المناسب هتطلع من اللي انت فيه، هتطلع من اللي انت فيه. برضو هنا انا عندك هنا شايف ابشرك، اقدر ابشرك بموضوع حمل او اطفال، لان انا شايف في طاقة اطفال باذن الله تعالى، في طاقة اطفال قريبة خلاص، في منكم حامل وفي منكم منتظر الحمل، في طاقة أطفال بإذن الله تعالى. اللهم صل على سيدنا محمد. شايفك إن أنت هتطلع من اللي أنت فيه، حاول تهدي نفسك وتخلص من السحر، السحر اللي عندك، السحر اللي عندك حاول تخلص منه، هو اللي تعبك، هو اللي عامل لك تعب في الظهر، هو اللي عامل لك تعطيل، هو اللي عامل لك وقف، هو اللي عامل لك مفيش خطوبة أو ارتباط مكتمل معاكي، هو اللي تعبك جدا السحر. وان شاء الله في اخر الفيديو هديكم العلاج باذن الله تعالى، الوضع هيتغير معاك يعني بحاجة كبير جدا هيتغير معاك، بس خلي بالك واحذر، احذر من الناس اللي حواليك واكتم اسرارك، اكتم اسرارك، على شايفك انت يعني متوتر او عصبي محتار من التفكير، بلاش الكلام قدام الناس، وبلاش اللي على قلبك يكون على لسانك، مش كل الناس اللي بتحب لك الخير زي ما انت بتحب لهم. البيبان هتفتح قدامك باب الخير وباب السعاده وباب الرزق، منتظر مال دايلك باذن الله تعالى، دايلك مال باذن الله تعالى من حيث لا تحتسب. شايف عندك احواله، الاحواله دي ديالك يعني فيها مال، انت مسلف حد او حد هيديك مال او احواله ديالك او دين دايلك، لان انا شايف في مال دايلك بإذن الله تعالى. بسم الله الكشف، اللهم صل على سيدنا محمد. انت بتشتري منزل او بتشتري سيارة او نفسك تشتري سيارة، لان انا شايف في طاقة مسكن جديد او طاقة بيت جديد هتشتريه، بس انا مش شايف ان انت بتكمل مبلغ من المال او بتجهز مبلغ او مستني رد وراح تخلص. في هنا اوراق عندك في المحكمة، اوراق بتخلصها في المحاكم او قضايا بتخلصها، هتخلص بإذن الله تعالى وهتحصل للي انت عايزه في الوقت المناسب، هتحصل على اللي انت عايزه في الوقت المناسب خلاص، هانت هتحصد الخير اللي زرعته، هتحصد الخير اللي زرعته، هتاخذ الطاقة بتاعتك هتاخذها، بس انا عايزك تبعد عن الطاقات السلبية، الطاقات اللي بتديب لك توتر، اللي بتدي لك من وراها المشاكل، انت ساعدت الناس لكن وقعتك في المشاكل، وقعتك في الضرر، هي اللي اذتك وخرجت منهم، فبلاش تقف مع حد ما يستاهلش ان انت تساعده، ما يستاهلش ان انت تدعمه، على شايفك انت بتيأس كتير. بسم الله الكاشف، اللهم صل على سيدنا، ربنا هينديك، ربنا هنا شايف شأنك هيعلي في المال وفي السعادة وفي الفرحة بإذن الله تعالى، داخل على سعادة، داخل على أيام حلوة،
بلاش التفكر التفكير الكثير والتوتر، داخل على سعادة بإذن الله تعالى، داخل ربح على المال من رزق مال، فرحة، شراء بيت أو شراء سيارة، الحظ عالي عندك بإذن الله تعالى. بس عامل الأشخاص اللي قدامك بالعقل، ما تعملش حد بقلبك، عاملهم بالعقل، عشان في ناس بتوقعك في مشاكل في مبلغ من المال دايلك، والمبلغ ده يطلعك من محنة وهيطلعك من فوق بإذن الله تعالى. أنا شايف عندك طاقة حلوة جدا، يعني أنا شايف هنا في رجوع للمنفصلين بشكل كبير جدا، في كلام هيخص الشريك، شايف هنا في كلام هيخص الشريك وفي رجوع للمنفصلين بإذن الله تعالى. السر اللي هينكشف قدامكم ده، يعني السر ده من صالحكم انتو، وانتو من خلال السر ده شايفكم هتاخذوا قرار حاسم. في حاجتين شايفهم هنا هتلاحظوهم بنفسكم انتو، وهتلاقوا نفسكم بقيتوا اشخاص مختلفة، وهتبعدوا عن الناس، وهتبعدوا عن الطاقات السلبية. شايف هنا في كمان، اللهم صل على سيدنا محمد، في حد هيطمن قلبكم، يعني شايف ان انت تاخذ حقكم. الشخص اللي كان بيلف ويدور حواليكم هو ده، هو اللي ظلمكم ده، شاف هيديلكم في يوم وهيبقى عايز يقول لكم سامحوني. شايف هنا انتوا عارفين مين اللي سحركم، عارفين مين اللي اذاكم، مين اللي عمل لكم السحر، انتوا عارفين ومين، انتوا عارفين، لان عندكم روحانياتكم عاليه ومحسساكم بالناس اللي اذتكم. بس هنا في فرحه قلت لكم باذن الله تعالى، في خطوبه في ارض بيتكم او ارتباط، ومية في المية في رجوع للمنفصلين أو زواج مرة أخرى، لأن أنا شايف في عتاب وفي كلام وفي صلح بإذن الله تعالى، والرزق دايلك بفضل الله تعالى. وصلي على الحبيب المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، اللهم بشرني بما أنتظر منك وأنت خير المبشرين كلها. اللي بيعانوا من السحر أحبابنا في الله، أخواتنا اللي بيعانوا من التعطيل أو من المس أو من الحسد أو من السحر، دعمت الأول الفيديو باللايك فضلا وليس أمرا، ادعموا الفيديو باللايك واستمع لي العلاج بإذن الله تعالى. هتأتي بي المسك الأبيض، هذا مسك أبيض أحبابي في الله، هذا ده مسك أبيض، طبعا الجزايز دي ديالي من السعودية هدية طبعا من أخواتنا في الله بعد ما علدناهم وبقيت تحسن معاهم، ده قلنا والله الهدايا دي من السعودية ودي شرفوا عندي. فهنا العلاج هدي بمسك أبيض، هكذا المسك أو مسك سايل أبيض أو مسك أحمر، سواء كان الجزايز هكذا او سواء كانت كمية كبيرة، فانت لازم تجيب كمية كبيرة من المسك سواء احمر او ابيض. هتقرأ عليها سورة ياسين 7 مرات، سورة ياسين 7 مرات، وهتزيد بآيات السحر، كل آية من آيات السحر تقرأها 7 مرات بإذن الله تعالى، وسورة ياسين 7 مرات في جلسة واحدة يوميا أحبابي في الله. كل يوم هتقرأ على المسك سورة ياسين 7 مرات وآيات السحر كل آية 7 مرات، حاجة سهلة جدا. سورة ياسين 7 مرات وكل آية من آيات السحر 7 مرات، وهتاخذ هتجيب بركة من الماء وتضع عليها ملح من الخشن هكذا، حفنة هكذا من الملح تضعها على الماء، وتضع حفنة أو ملا غطايا هكذا من المسك تضعها على الماء، وتستحم قبل أذان المغرب بفضل الله تعالى، وبعد الاستحمام تتبخر ببخور الحرمل، تتبخر به، تكون لابس هدوم خفيفة دلبية وتتبخر، خلي البخور يدخل جسدك كامل، بعد الاستحمام تتبخر على طول مباشرة قبل أذان المغرب بإذن الله تعالى، تأخذ الماء تلقيه خارج الحمام، والاستحمام يكون خارج الحمام في غرفة منفردة لوحدك تستحم به، تطبق هذا الطريقة الاستحمام لمدة 7 أيام أو 15 يوم، وتدهن الجسد قبل النوم مباشرة، تدهن الجسد قبل النوم كامل بالمسك، وعليك بقراءة سورة اللهم صل على سيدنا محمد سورة ياسين كما قلنا 7 مرات يوميا على المسك، تعيد القراءة كل يوم بإذن الله تعالى، وأذكار الصباح وأذكار المساء و7 تمرات على الريق، وتأتي بجزازة ماء أو لترين ماء أو لتر ماء قد يقضيك مقدار اليوم، تقرأ عليه فاتحة الكتاب 41 مرة، فاتحة الكتاب هي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إلى آخر السورة، فاتحة الكتاب 41 مرة تقرأها على الماء وتشرب من هذا الماء اليوم كامل بفضل الله تعالى. وسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكم، وعليكم بالتحصين آية الكرسي، عليكم بالتحصين 7 مرات، ولا إله إلا الله، لا إله إلا الله على لسانك 7 أيام، هتشوف رؤياتك، هتقول لي إمتى اتعلت؟ لما تشوف في رؤياتك تثبت لك إن أنت اتعلت، تسترجع
تسترضع فيها المنام، تقتل أفعى، تقتل ثعبان، تقتل حيوانات، حيوانات تطير من أمامك، حدات يعني هتشوفها في المنام تثبت لك، أو حد هيرقيك في المنام هترى أن حد بيرقيك، أو حد بيديك ماء يقول لك اشرب هذا فيه شفاء. وأنت طبعا ممكن تقول لي اللي هيديني ماء أشرب ممكن يكون بيتدد السحر، لا أنت هتحس بنفسك. ممكن الشيطان يديك ماء، بس انت في حدود الوقت ده هتكون حاسس براحة، وحاسس الشخص اللي قدامك في المنام بيديك الماء تشربه مرتاح معاه، وحاسس ان هو صالح مش شيطان اللي بيتدد لك السحر. وصلى الله العظيم رب العرش العظيم ان يشفيكم. الرقم امامكم اللي حابب يتواصل معانا في العيادات او في اي شيء يتواصل معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعين قناة اسرار العالم الروحاني، ما تنسوش اللايك احبابي في الله، وتنزل فيها التعليقات، تصلي على الحبيب المصطفى. السلام عليكم ورحمة